السلام عليكم وحمالك قيامها كسو هرمري دونا دعدوين ايو فتن آد او وين كواسو ودا سامين دونا دمان بني آدم كا او اي تمهودنا لعروب دونان رسول كان محمد عليه الصلاة والسلام ايا انو غور مي على مدهاني وحونا انو شاقي ان مركي اي دعان على مدهاني اي موجين دونان إن مالك قيامه آد أدلو يهي قار كمد أه على مدهان أيا أه كوو هري أسو داعي وحان كمد أه كوو داعي سنده أغدن بيي وحان كشيغي دونا موقال كان قديهيسا وحاكالو كمد أه كوو آنان ويلي دعين بل سوحا كهري الدنيا دان أيا أه وح آد أير وحان موقال كان قديهيسا إذن كوغسو قد بين دونا كوا اوغو مهمسان اما اوغو واوين على مدها قيامها كوا سو ان اي ايمان دونان او نو شيغي رسول كان محمد عليه الصلاة والسلام وحان الدليل اوغا كيني دونا قرآن كا كريم كا اه ايو احاديث تابا داو شوعا بل سكور انتا انا باللابين هدي ادنقو عصبت هاي فضلا ها اللو بنجن الكينا تسبسكرايب سارتو سي ادنو دير رجلسو قنبالي لكنا فرو سي ايكوسو قاران موقال دينا حيقا وحي على مدها قيامه او قيب سمال لبا قيبود او كلاه على مدها يرير ايو على مدها واوين على مدها يرير وحا كمد اه كوه هري اسو دعي وحا كالو كمد اه كوو سو بحي سندهان لو وحا كالو كمد اه كوو سو بحي دونا مستقبالكا اللي امبانا غران اياه حلقة اي دعي دونان علامده هوري اسو دعي ايدام مادي وحا كمد اه سو بحي دي نبيغينا محمد عليه الصلاة والسلام ايو لمشاديسا ايو كالردن بالمد دي دايحا ايو فرشدي بيت المقدس وحين مسلمين تأسورة قشي إن أي فرطان بيت المقدس حلقي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحاك له ري أسو دعي دبكي كسو بحيي حجاز وحونا دبكان برتميه قرنقي تدباد إيه هجري كسو بحي مدينة المنورة وحونا أها دبآد أوين او اي مرقاتك اهايين ان بذن او علم ذاك مدعه وحونا يري نبيك صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة قيامها ما دعي دونو إلا أدبك صبحو أرض الحجاز كاسو افتينكي سلقا أركي دونو جيلا كسوغن بصرة لقمدو دا على مدها صبحي حلقان آن كجرن أو ولينا سي سعدا وحا كمدا فتنوين كأو آد أبتاي إيو إن بالنمو لشيكتو إيو الدلالك إيو الزندا إيو عبست خمرق أو آد أبتاي إيو إن لآمنو متك خائن كأ أو كي آمن كأهانا خائن لغت المامو إيو عنست ربادا أو آد أبتاي إيو إن هقان كالو ليبي عد آنان أهين عدي كهبونايد إيو إن لغو أدو ميي ود مدى شام إيو عراق إيو مصر إيو إن كوي أري لجيرك أها إي فقرادة أها أي كتر تمان دبقيو دار دير إيوغو كتر تمايا سيدي أي كدسان لهايين ونا قرحين لهايين دبقيو آد دار دير وحاكالو كمد أه إن أي صوب بحين دمر دار حيران أو هدنا قاوان وانا وحا آن ما تكا أرغنو إن بدن أو كمد أه دمر كينا لبسكو دا وحاكا لو كمد أه سو بحيدة هيسها وانا وحا ما تكا أرغنو إن أي آد أبتين إيو بدشد شهادة الزوركا أما مرقاتي بيناتكا إيادو لقارين أيو مرقاتيغا حقا أه إيو بدشد للقرير ردا إيو يران شهرقا إيو بدنا شهد دمركا إيو إن لولالكي عربتا إي سحارها أها إسكو بدلايان لولال له وبيو إيو إرف ربادان إيو دوغبا وانا واحد لب أهانتي هدب كجيرا جزيرة العرب إيو ميلو كالي أوبادان وحو يري رسولك صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن
ويكثر الهرج وهو القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض. وحي رسولك صلى الله عليه وسلم نوشيغي إن قيامه أوسن دعيدون إلا علمي لغا قادي دونو أو داد جهلو أه إسكو سوهاري دونان أو سيدو كاله نول غريردو أي بدن دونان إيو إن حليدو أي آد إسكو دوان دونان إيو إن أي صبحي دونان فتنوين فربادن إيو إن أي بدن دونان لبكا إيو ديلكا waxaa dhexdeena si aad ah ugu badan doona maalka ama dhaqaalaha. Waxa ka haray calaamadaha qiyaamaha kuwooda yaryar waa calaamado hadda ka dib soo bixi doona, waxaana ka mid ah in uu engegi doono webiga Furaat oo ka dibna dhexdiisa lagu arki doono buurka samaysan dahab, iyo in magaalada Qustantiniya hubla'aan la furan doono, iyo in ay dagaalami doonaan muslimiinta iyo yahuudda oo kadibna muslimiintu ay ka guuleysan doonaan, iyo waliba burburinta kacbada. Waxaa rasuulka sallallahu alayhi wa sallam laga wariyay in uu yiri laa taquumu saaca xataa yaxsula alfuraatu can jabalin min dahab yaqtatilu annaasu calayhi fayuqtalu min kulli mi'atin tis'atan wa tis'uun wayaquulu kullu rajulin minhum lacalli akuunu ana alladhii anjuu. Wuxuu rasuulku sallallahu alayhi wa sallam noo sheegay in qiyaamuhu uusan dhici doonin ilaa buur ku dhex taalla webiga Furaat ay isku beddeli doonto dahab, oo kadibna dadku ay isku layn doonaan ilaa boqolkii qofoodba 99 ka mid ah la dili doono, iyadoo qof walbana uu isleeyahay aad noqotid qofka badbaadi doona. Dhammaan calaamadaha aan soo sheegnay ma ahan calaamado lagu tiriyo calaamadaha waaweyn ee qiyaamaha. Dhab ahaantii calaamadaha waaweyn ee qiyaamaha waa kuwo halis badan, waa dhacdooyin aad u waaweyn oo aad u daran oo aysan awood u lahayn bani aadamka iyo qeyrkoodba. Haddii mid ka mid ah ay soo baxdana, waxay noqon doonaan kuwo isku xigxiga oo isa soo raaca sida tusbax xariga laga gooyay oo kale. Haddii ay bilowdaan dhacdooyinkooda, waxay caddaynayaan in uu aad u dhow yahay maalinka qiyaamaha, wuxuuna maalinka qiyaamuhu si toos ah ugu xigi doonaa calaamadahan soo socda. Waana 10 calaamadood oo lagu sheegay xadiiskan soo socda, waana sharxi doonaa insha Allah. عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال ما تذاكرون؟ قالوا نذكر الساعة. قال إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه السلام ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. حذيفة الله كرى لنقضي وحال قوري إن أويري مالين با إنغو كشيكي سنين قيامها وحان قصوا بحي نبيك صلى الله عليه وسلم. Markaas buu nagu yiri, maxaad ka sheekaysanaysaan? Waxay dhaheen, waxaan ka sheekaysanaynaa qiyaamaha. Wuxuu yiri, qiyaamuhu ma dhici doono ilaa aad ka aragtaan 10 calaamadood ka hor inta aysan dhicin. Wuxuuna sheegay addukhaan ama qiiqa, iyo dajjaalka, iyo daabada, iyo in qorraxdu ay ka soo bixi doonto halkii ay u dhacdo, iyo soo degista Nabi Ciise calayhi salaam, iyo Ya'juuj wa Ma'juuj, iyo waliba 3 khasfi. Khasfigu waa in waxyaabaha dhulka dushiisa saaran ay galaan dhulka gudihiisa oo uu dhulku la go'o. 3 khasfi, mid wuxuu ka dhici doonaa bariga, midna wuxuu ka dhici doonaa galbeedka, midna wuxuu ka dhici doonaa jaziiratul carab. Waxaana ugu dambeyn ama ugu dambeyn doona dab ka soo bixi doona Yemen oo dadkana u kaxayn doona maxsharkooda.
haddana waxaan sharxi doonaa kuwa ugu muhiimsan calaamadahaasi. Ugu horreyn, soo bixidda Masiixu Dajjaalka. Waxaa lagu tiriyaa in uu yahay fitnada ugu daran ee dunida soo mari doonta. Waxaan Allaah subxaanahu wa tacaala ka baryaynaa in uu naga badbaadiyo fitnadiisa haddii ay dhacdo inta aynu nool nahay. Waxay dhammaan nebiyadu ummadahooda uga digi jireen fitnada Masiixu Dajjaalka. Nabigeenana sallallahu calayhi wasallam wuxuu noogu baraarujiyey xadiisyo badan. Wuxuu Masiixu Dajjaal kula imaan doonaa awoodo waaweyn oo aad u la yaab badan. Wuxuuna sheegan doonaa in uu soo noolaysiinayo kuwii dhintay si uu dadka ugu fitneeyo. Waxaana ku ketsoomi doona oo raaci doona dad aad u tiro badan. فعن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث نبي إلا وأنذر أمته الأعور الكذاب ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وإن بين عينيه مكتوب كافر وحو أنس بن مالك الله كرى لنقضي نبي صلى الله عليه وسلم كوريي إن أويري ma jirin nabi uu alle subxaanahu wa tacaala soo diray ilaa wuxuu ummaddiisa ooga digi jiray al acwar al kadaab ama acwarkii beenlowga ahaa. War hooy ogaada waa acwar oo wuxuu leeyahay hal il oo keliya, rabbigiinuna subxaanahu wa tacaala ma ahan mid acwar ah. Sidoo kale dajjaalka waxaa wejigiisa ugu qoran kaafir. Sidoo kale Muslim ayaa wuxuu wariyey in Rasuulku sallallahu calayhi wasallam maalinkii uu dadka uga digayay dajjaalka uu yiri waxaa laba indhood dhexdooda ugu qoran kaafir. Waxaana akhrin doonaa qofkii neceb camalkiisa ama waxaa akhrin doonaa qof walba oo mu'min ah. Wuxuu kaloo yiri ogaada in uusan jiri doonin qof idinka mid ah oo arki doona Rabbigiisa ilaa uu ka dhinto. Waxaa sidaas wariyey Muslim. Qodobka labaad waa soo degista Ciise bnu Maryam. Wuxuu Alle subxaanahu wa tacaala yiri wamaa qataluuh wamaa salabuuhu walaakin shubbiha lahum, ma aysan dilin mana aysan salbinin balse waa loo ekaysiiyey. Waxaa aayaddan ku jirta ishaaro muujinaysa in Nabi Ciise calayhi salaam uu soo laaban doono aakhiru zamaanka iyo in soo degistiisu ay tahay calaamad muujinaysa in qiyaamuhu uu soo dhow yahay. can abi hurayrata radiyallahu canhu anna nabiya sallallahu calayhi wasallama qaal laysa bayni wa baynahu nabiy yacni ciisa wa innahu naazil فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض بين ممصرتين كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل فيقاتل الناس على الإسلام فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام ويهلك المسيح الدجال فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون. أبو هريرة وحو نبي صلى الله عليه وسلم كوريي إن أويري مجرو نبي كلاو إنو دحيي أنيغا إيو نبي عيسى نبي عيسى وأوسود دقي دونا هداد أركتان waxaad ku garanaysaan waa nin midabkiisu uu u dhaxeeyo casaan iyo caddaan. Wuxuu ku soo degi doonaa laba manaaradood dhexdooda. Wuxuu kaloo nabiga sallallahu calayhi wasallam xadiiskan dhexdiisa ku sheegay in nabi ciise calayhi salaam uu la dagaalami doono gaalada oo saliibkana uu burburin doono, wuxuuna dili doonaa doonfaarka, wuxuuna Alle subxaanahu wa tacaala xilligiisa baabi'in doonaa dhammaan diimaha markii laga reebo diinta Islaamka, wuxuuna dili doonaa Masiixu Dajjaalka, kadibna wuxuu dhulka joogi doonaa 40 sano, intaas kadibna waa uu dhiman doonaa, waxaana ku tukan doonaan muslimiinta. Soo bixidda Ya'juuj wa Ma'juuj. Wuxuu yiri Alle subxaanahu wa tacaala
حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. وحو الله سبحانه وتعالى نوشيغي إن يأجوج يمأجوج مركي الباب كالاغا صوفره أي صوبح دونان إيغو دقدقيا أو أدقدقيا فسهادك. وحين تاسي علامة أتهي إن أصول دوادي مالنكي لغمة السناء أو أه مالنك قيامها markaaso kuwa beeniyay maalinka qiyaamaha argagga ku dhici doona awgii in dhahoodu ay taagmi doonaan oo ay joojin doonaan mirigleynta. Sidoo kale wuxuu nabiga sallallahu alayhi wasallam yiri wuxuu alla subxaanahu watacaala soo fasixi doonaa ya'juuj iyo ma'juuj iyagoo degdegaya oo taag walba ka soo hoobanaya. مركز با كوود اوغو هوريا وحي سو ماري دونان بدا لو يقانو طبريا وحي نا ودا عبي دونان بيا هيدا كدبنا وحا سو ماري دونا كوود اوغو دمبيا وحي نا ديه دونان هل كان وحي اهيد ميل مر اي بيو ماري جيرين. وحي تاني كو موجي نيسا تربد ندودا ايو وحبا بيئنتودا. dulqarnayn ayaa horay u xabisay oo darbi adag ku wareejiyay, iyaguna waxay maalin walba isku dayaan in ay ka soo baxaan balse ma awoodaan in ay ka soo baxaan ilaa uu Alle subxaanahu wa tacaala u oggolaado in ay soo baxaan. Soo bixidda daabbada waa daabbad ku socota afar lugood, waxayna u eg tahay jirjiroolaha oo kale balse waa mid xajmi ahaan aad uga weyn. Waxyaabaha kale ee ay la gaarka tahay waxaa ka mid ah in garka ay ku leedahay timo aad u badan. Cali bin Abi Taalib, Allaha ka raali noqday, ayaa isagoo sifaynaya wuxuu yiri waa daabad leh baalal iyo dufba, sidoo kale waxay lugaha ku leedahay qoobka sida xoolaha oo kale balse ma lahan seen sida xoolaha oo kale, sidoo kale waxay garka ku leedahay timo badan. Daabadan ayaa ka soo bixi doonta dhulka balse ma jirto cid garanaysa halka ay ka soo bixi doonto, waxayna samayn doontaa mucjizooyin iyo waxyaabo aad u layaab badan. Dadka ayay la hadli doontaa, waxayna fahmi doontaa hadalkooda, waxayna wada mari doontaa dhammaan dadka. Waxay qofka mu'minka ah ku samayn doontaa calaamad gaar ah, sidoo kale gaalkana waxay ku samayn doontaa ama ku calaamadayn doontaa calaamad gaar ah. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج الدابة ومعها عصا موسى عليه السلام وخاتم سليمان عليه السلام فتخطم الكافر قال عفان أي تخطم أنف الكافر بالخاتم وتجلو وجه المؤمن بالعصا حتى إن أهل الخوان فيجتمعون على خوانهم فيقول هذا يا مؤمن ويقول هذا يا كافر. وحو رسولك صلى الله عليه وسلم حديث كان قده سنوغو شاقي إن دابدو أي صبح دونتو يدو أي لسعدان أشي نبي موسى عليه السلام يفرانتيغي نبي سليمان عليه السلام فرانتيغ أي قفك قالك أه سنك أوغو شابدين دونتا وحين أوغو قري دونتا كافر، وشان قفك مؤمن كأه أي وجيغ أوغو قري دونتا مؤمن إلا دتكو أي مركا أي ميلها إسوغو يمادان أي كالقران كران كان مؤمن كأه يولي بكان كافر كأهبا. وحان على مدهان إيو كوا لمن بسيدة أي أغوك لهوريان إيغو فهفهسان كشرح دونا مقال لدينا حيغا إن شاء الله تعالى. وحو يري الله سبحانه وتعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها. وحو الله سبحانه وتعالى نليهي ساعد قيامه ومد إيمانيسا من الجرو قف آنان أنيغا أهين أو غرانيا حلغا أي دعي دونتو نفو البنا وحالغا أبال مرين دونا وحي أي كسبتي.
wuxuu Alle subxaanahu wa tacaala sidoo kalena leeyahay, ha raacina kuwii qiyaamaha beeniyey ee rabbigooda ku caasiyey ee hawadooda iska raacay waddadooda. Qofkii raacana wuxuu noqon doonaa mid khasaaray oo iyaga naarta la geli doona, walciyaadu billaah. Sidoo kale waxaa Rasuulkeena Muxammad calayhi salaatu wasalaam ka sugan in uu yidhi, bucithtu ana wasaacatu haakada wa ashaara bicisbacayh. Waxaa la isoo saaray iyadoo aniga iyo qiyaamuhu aan sidaan isku nahay, wuxuuna ku tilmaamay labadii safarood. Waxayna taasi muujinaysaa in qiyaamuhu uu aad u dhow yahay oo uu aad u soo degdegayo. Waxaan filayaa inaad kooda faa'iidaysateen muuqaalkan. Haddii aad ka faa'iidaysatay, fadlan ha iloobin inaad like saarto oo aad u sii sheer garayso asxaabtaada. Haddii aad nagu cusub tahayna, fadlan ha iloobin channelka inaad subscribe saarato si aad inoo dhiirra geliso, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga. Hana iloobina inaad aragtiyadiina noogu reebtaan qaybta hoose ee commentiska. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.